حكايا وخفايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة جديدة من محطات برنامجكم الأسبوعي حكايا وخفايا، ندعوكم لمرافقتنا. أعزائنا، حكايتنا لهذا الأسبوع من بلاد الروس، وهي تعرف باسم إسفياتاغور والعمالقة، وهي من نوع الحكاية الأسطورية التي تروي من خلالها الأمم والشعوب تاريخها، ممتزجا بمعاني البطولة والملاحم وقيم الفروسية والتضحية. تعالوا معنا أعزائنا المستمعين لنتعرف على هذه الأسطورة. مستمعي الأفاضل، كانت الجبال في روسيا شاهقة إلى أبعد الحدود، تخترق الغيوم بقممها، حيث كانت طيور النسور تقوم بطيرانها الهادئ فوق القمم وتحط بصمت في أعماق المضائق. وفي مرج الأعشاب الشاسع كانت الصخور الهائلة تطلق بخارا يرتسم في السماء مثل أشباح رمادية. كان الساكن الوحيد لتلك الجبال هو المارد إسفياتاغور العملاق، ولضخامته فقد كان يشبه إحدى تلك الصخور العالية، وعندما كان يمشي كانت الأرض ترتجف تحت أقدامه. كان ممتطيا حصانه يتسلق أعلى القمم، يعبر الوهاد ويجتاز الأنهار بقفزات شاسعة كأنه يطير. كان إسفياتاغور يعيش وحيدا في تلك المنطقة النائية، وقد دفعت قوته إلى أن ينازل جميع أبطال روسيا. وعندما كان يخرج إلى الحقول والسهول كانت الأشجار تتسمر من مشيته، والأرض نفسها كانت تهتز، والصخور المقدسة وحدها كانت تحتمل المشية الثقيلة للعملاق. فقد كانت قوته خارقة للطبيعة، وكان ذلك سببا لبؤسه، إذ كان بمقدوره أن يستغل قوته في أشياء أخرى، فلو أنه خصصها للعمل أو لخدمة الناس لكانت السعادة تغمره. فعمره على الأرض قليل، لكن إسفياتاغور كان جاهلا، بل كان يحول كل شيء يلمسه إلى ذرات غبار، وكل شيء كان ينسحق بين يديه الجبارتين. وذات يوم أعزائي خرج من جباله، ووسط مرج الأعشاب الشاسع نصب خيمته الرمادية اللون، وفيها اضطجع ونام حتى اليوم الثاني، حيث قرر إسفياتاغور أن يتابع المسير، وأخذ يمر بقرى صغيرة ومدن، وبدأ يتعرف ويعشق الناس. أسره الفلاحون بطيبتهم وعطفهم، وعندما مر بإحدى القرى رأى شابة جميلة، وعندها فكر في نفسه قائلا: هذه شابة تصلح أن تكون خطيبة لي وتستحقني بجدارة. ولم يتأخر البطل بالفوز بقلب الشابة القروية، وبعد قليل فاز بالزواج منها وأخذها إلى مملكته في الجبال المقدسة. أحبتنا المستمعين، في يوم كان فيه إيليا موروميتس المحارب الشجاع في تلك المنطقة يبحث عن أماكن فسيحة، كان عليه أن يمر بالجبال المقدسة، وفي خلال 3 أيام قفز فيها من صخرة إلى صخرة وصعد القمم، واجتاز الوهاد حتى خارت قواه، فنصب خيمته وربط حصانه ونام غاطا في أحلام عميقة. نام لساعات طويلة، وقبل أن تخرج الشمس حلم بأشياء غريبة. رأى وكأن جواده القوي يحفر الأرض بحوافره،
ويصحل جافلا، وفيما بعد سمعه يقول بصوت إنسان: إيليا إيليا انهض انجو من الخطر. فالبطل إسفيا تاغور يقترب: هيا اتركني طريقا في هذه الحقول واختبئ أنت سريعا في جذع الشجرة. نهض إيليا وعمل بنصيحة حصانه، فتسلق إلى أعلى أغصان شجرة بلوت، وبعد قليل ظهر إسفيا تاغور المريع الضخم والقوي مثل الصخر، يحمل زوجته على أكتافه وهي تجلس في هودج من الزجاج، وفي حزامه سيف كبير. ترجل العملاق عن الحصان وبمفتاح من ذهب فتح القفص الزجاجي الذي خرجت منه زوجته الجميلة. وبينما كان إسفيا تاغور يجهز خيمته بثتت الشابة على الأرض حصيرة وأخرجت من الخرج كمية كبيرة من الطعام اللذيذ ومشروبات حلوة مثل العسل. في خلال الأكل كان إيليا لا يتحرك بين أغصان الشجرة مختفيا عن عيون العملاقة، لكن المرأة كانت قد رأته وخشيت من غضب زوجها، فجعلت إيليا وحصانه يختبئان في أحد جيوب إسفيا تاغور الضخمة، والذي من غير أن يدري مضى بالحمولة ليومين. وفي اليوم الثالث بدأ حصان إسفيا تاغور يصدر إشارات تعب، فزرأ البطل: آه أيها الحصان، هل أصبحت شيخا وغير مفيد؟ ألا تستطيع المسير بعد؟ أجاب الحيوان الذكي: كنت أحملك أنت وزوجتك، لكن منذ 3 أيام أحمل على ظهري حمولة زائدة. فتش إسفيا تاغور جيوبه الواسعة فعثر فيها على إيليا وحصانه فقال له: من أنت؟ أجابه: اسمي إيليا، وكانت عندي رغبة بإبداء إعجابي للبطل إسفيا تاغور. أجاب العملاق بغرور: ها أنا أمامك، وهذه فرصة لنكون أصدقاء، وستكون شاهدا على أفعالي العظيمة. وافق إيليا واستعد للمشي إلى جانب صديقه العملاق، وبدأ إسفيا تاغور يعامله كأخ له، يتقاسم معه الأكل والشراب من نفس الكأس. وفي يوم من الأيام كان البطلان يعدوان في المرج الشاسع، فعثرا على تابوت كبير مغطى بكومة من الحبوب. توقف إسفيا تاغور يفكر وقال: فلنفحص لمن أعد هذا التابوت. دخل إيليا أولا، لكن القبر الصخري كان كبيرا جدا بالنسبة لمقاسه، فدخل إسفيا تاغور في التابوت الغريب وكأنه كان معدا لمقاسه العملاقة: يبدو أنه معد لي. قال إسفيا تاغور وأضاف: يا إيليا يا صديقي وأخي، هل بإمكانك وأنا هنا في جوف التابوت أن تغلق الغطاء؟ قال: لا يا أخي، إني أخاف ذلك، أجاب إيليا. وهنا تدخل إسفيا تاغور وأخذ الغطاء الحجري الضخم بإحدى يديه، وعندما أطبقها أحكمت الجوانب وأقفل التابوت بشكل كامل. وعبثا أخذ إسفيا تاغور يتحرك ويتلوى في الداخل، وهنا صرخ مستغيثا: إيليا يا أخي العزيز، خذ سيفي وحطم جدران هذا القبر اللعين. فأخذ إيليا السلاح الفتاك وأفرغ ضرباته الجبارة على الحجر وهو يسمع زئير إسفيا تاغور يخترق في الجوف. أعزائي الأفاضل، نحييكم من جديد عبر برنامجكم حكاية وخفايا الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد الفاصل نواصل ما سبق من حكاية إسفيا تاغور العملاق. مستمعينا مستمعاتنا، أحس إيليا بأن قوته تتضاعف، فعاد وأخذ السيف وبدأ يضرب من جديد، ومع الضربات القوية كانت تتطاير شظايا الصخرة والشرر من السيف. إني أختنق، زأر إسفيا تاغور. تعال يا إيليا يا أخي، اقترب جيدا، أريد قبل أن أموت أن أهمس لك بالسر الكامن وراء قوتي. وأخذ صوت العملاق يضعف وكأنه يختنق وهو يقول بيأس: وداعا يا رفيقي، لقد لصقت بك قوتي وسيفي الجبار.
نعم أعزائي الأفاضل، كانت تلك الكلمات الأخيرة وكانت آخر أنفاس العملاق الذي مات وهو يصارع الموت. وقف إيليا مستندا إلى سيف إسفيا طاغور وسط صمت المرج الشاسع، لكنه أحس بقوة جبارة تسري فيه، فراح إلى جانب قبر صديقه وأخذ يدور حوله مرات ثلاثا، ثم ودعه وعاد في الطريق إلى روسيا قاصدا قصر عمي فلاديميري أمير مدينة كييف. وقد اكتسب إيليا القوة والشجاعة اللتين حملتاه إلى أن يحقق المآثر المدهشة مع مردة آخرين في قصص مثيرة. وانضم إيليا إلى ستة من المردة وراحوا يمتطون خيولهم يعبرون الصحراء إلى أن وصلوا إلى سفح فيه أشجار بلوط قديمة، ولأنهم كانوا متعبين فقد نزلوا إلى الأرض ونصبوا خيامهم واضطجعوا ليرتاحوا، بينما راحت الخيول ترعى في الجانب الآخر. وعندما أعلنت الشمس عن النهار بشفقها الأحمر نهض إيليا ونظر إلى البعيد، كانت مجموعة من التتر تحجب الأفق وتتقدم تلفها غيمة من الغبار تغزو السهل وكأنها إعصار عنيف. صرخ إيليا انهضوا أيها المردة فالتتار قادمون نحونا. فنهضوا وحملوا سلاحهم وانطلقوا لمواجهة التتار، وسرعان ما انتصروا عليهم. كان الأعداء المهزومون يملؤون السهل بينما المردة يطلقون صرخات المنتصرين. أية قوة يمكن مقارنتها بقوتنا؟ وصرخ البطل الآخر إيليا، لا يوجد جيش يقدر على هزيمتنا. وقال إيليا، السيف الذي منحني إياه إسفيا تاغور لا يهزم. ولكن في تلك اللحظة بدت الأرض وكأنها انشقت وانبثق منها محاربان مسربلان بمعادن تلمع، واتجه نحو المردة قائلين، جئنا لنمتحن قوتنا نحن اثنان وأنتم سبعة، لكن لا يهم فلنتحارب. نعم أعزائي، امتلأ قلب إيليا بالغضب وأشهر سيفه وهجم على خصميه الغريبي الشكل، لكن آهن منك أيتها المعجزة، فعندما ضربهما تحول إلى أربعة. وجرد البطل الآخر سيفه وتقدم نحو الأربعة ووقف وسطهم، لكن تحول الأربعة إلى ثمانية وأخذوا يتقدمون. قضى إيليا مورميتس بسيفه الجبار على الثمانية، لكنهم تضاعفوا أيضا أمام دهشة المردة واستغرابهم، وبعزم وبأس وغضب هجم السبعة سوية على أعدائهم، لكنهم كلما قاتلوهم كانوا يتضاعفون. وطيلة أيام ثلاثة وثلاث دقائق وثلاث ثوان استمرت المعركة حتى خارت قوى المردة الأبطال واستبد بهم الدور، فهربوا إلى الجبل لينجوا بأنفسهم ليتحولوا هنالك إلى حجارة وليبقوا إلى الأبد هكذا يروون عن نهاية الأبطال العمالقة في بلاد روسيا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج حكاية وخفايا. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.